شلونكم يابا؟ يابا يقول لك العراقيين ما يقدرون يعوفون الشاي لو درجة الحارة 70. شاي أطيب منه ماكو. أنا زين على راسه. برود برود. وراثة هذا الشاي عندنا وراثة. أقول بدون زحمة سؤال. جواب. إيش قد درجة الحرارة؟ 48. 48 50. زين بدون زحمة هذا البيت شنو؟ شاي. زين يعني وبالنسبة للحر شنو؟ والشاي ما له علاقة بالحر، أنا بالنسبة لي ما أقدر إذا ما أشرب شاي يومي. عمو بشرني شلون شغلة شاي وسط الحر؟ أكيد ماكو شغل. خير من الله، لا الحمد لله. هسا أنا شفتك تتمشى منها، وين رايح؟ أشرب شاي. زين وبالنسبة للشمس شنو موضوعها؟ أهم شيء شاي. ها؟ أهم شيء شاي. ها أها شوف أبو البرتقال فارغ. عمي العراقيين ما يقدرون يعرفون الشاي لو مو تصير حارة. زين مو الدنيا حارة، أشرب لي برتقال عصير فشي. ما يفيد ما يفيد، هذا يقوي المناعة. عراقيين إذا ما تشرب شاي ما نقدر. زين أقدر أسألك سؤال ثاني. ربط الحار ويا الشاي. اثنين شلون؟ زين على راسي. زين على راسك؟ زين مو الدنيا حاره؟ واذا حاره؟ حتى لو درجه الحراره 50 شاي ويعني نعلقها الجو. يعدل الراس، يعني انت ويا مقوله صب لي بجدر لا صب لي بقلاص يا شاي العراقي يعدل الراس. يا شاي العراقي يعدل الراس. اها شفنا وسمعنا اراء العراقيين حول الشاي. يابا يقول لك ما يقدرون يعوفوا لو تصير درجه الحراره 100 وفوقها غليان. اودعناكم اغاتي. خوش حكي احلى نحكي.